واليوم وقد وصل مسار التنظيم إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجديات للارتقاء به إلى مرحلة جديدة. اليوم كنا مع موعدين مع الخطاب الملكي السامي لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد. خطاب كان جامعا مانعا ركز على عدة عناصر أساسية كان ينتظرها الشعب المغربي قاطبة وحلفاء المغرب على المستوى الإقليمي والدولي، يمكن أن نجملها في العناصر الآتية. العنصر الأول يتعلق أو يمكن أن نعنونه بعنصر تمغربيت، بمعنى أنه المغرب ليس مجتمعا فقط بالمعنى الحديث بقدر ما أنه أمة موحدة ضاربة في الهوية وفي التاريخ وضاربة في عمق التاريخ، وبالتالي هذا عنصر قوة من عنصر من عناصر قوة المملكة المغربية، وأكد جلالة الملك على التشبث بها وتشبث بالقيم وبالهوية الوطنية وبالشعار الخالد لله الوطن المالك. ثانيا التأكيد على المنجز الدبلوماسي من خلال التأكيد عن العديد من الاعترافات بمغربية الصحراء وبمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته المملكة المغربية سنة 2007. أيضا كرر جلالة الملك دعوته بشكل سلمي وأخلاقي يعبر عن الروح وعن الأخلاق العالية المغربية التي تربينا وتنشأنا عليها إلى الأشقاء الجزائريين خصوصا حكاما وشعبا ليعيدوا النظر في مسلمتهم وفيما يحكونه تجاه المغرب على اعتبار أنه تجمعنا عدة عناصر جغرافية وتاريخية وسياسية وهلم جرا. وكذلك نقطة أخرى مهمة أنه على الرغم من علاقاتنا الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية إلا أن المملكة المغربية وعكس ما يسوق عنها متشبثة بالقضية الفلسطينية وبعدالة قضية الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه وحقه في دولته المستقلة. خطاب اليوم جاء كسابقه واضح في بنائه وأفكاره، يتوجه مباشرة بخطابه إلى جميع المؤسسات بالإضافة إلى الشعب من أجل الجدية والعمل من أجل إنجاح جميع المشاريع التنموية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بالإضافة إلى توجيهه رسائل إلى الدول الجوار وما وصلت إليه القضية الوطنية، بالإضافة إلى اعتراف دولة إسرائيل بالصحراوية المغرب وبخيار الحكم الذاتي الذي اختاره المغرب، بالإضافة إلى أنه وجه رسالته إلى الجزائر والتي لم تختلف عن باقي الرسائل التي وجهها التي طالما دعا فيها الجزائر إلى اليد الممدودة، وأن المغرب منفتح على الجميع وأنه يدعو إلى حزب الجوار ملكا وشعبا، وأن كل المشاكل يجب أن تمحى، وأن المغرب والجزائر يجب أن يبنوا اقتصادا مشتركا في ظل وحدة المغرب العربي وما إلى ذلك، لأن العمل المشترك هو أساس اليوم، لأن التحولات العالمية أفرزت لنا أن التكتلات هي الحل الوحيد من أجل بناء مستقبل زاهر لجميع الأوطان. دائما ما يبغي العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.